هنا قصر الخديوي الذي تحول إلى فندق ليرى إسماعيل لحظة غرام تسكن عيون أوجيني. كان غرامها يسكن قلب الخديوي، فراد أن يسلب عقلها بتلك الإطلالة على أعظم عجائب الدنيا السبع الأهرامات. الفندق جمع بين اللمسات الإسلامية من فن المشربية المواقد الإنجليزي. مينا هاوس بناه الخديوي إسماعيل عام 1869 على مساحة 40 فدان ليكون استراحة خاصة يقضي فيها أوقاته بعد عودته من رحلات الصيد الطويلة ويقابل ضيوفه فيها. وهذه الاستراحة تطل على هضبة الأهرامات ومحاطة بحدائق الياسمين تبدو أشبه بواحة خضراء في قلب الصحراء. أوجيني كانت تتمتع بقدر من الفتنة التي تخلب القلوب وبالذكاء والطموح الذي يجعلها قادرة على تحقيق أهدافها وبحبها للترف والسلطة. عشق نابليون الثالث أوجيني، ولكن عائلته رفضت أن يتزوجها لأنها من عامة الشعب وليست فرنسية، ولكنه أصر على الزواج منها عام 1853. وفي ذلك الوقت عاد إسماعيل إلى مصر ليتولى الحكم بعد مصرع شقيقه ولي العهد أحمد رفعت. استغل إسماعيل افتتاح قناة السويس لتوجيه الدعوة لأوجيني، واستعدادا لقدومها قام الخديوي ببناء قصر الجزيرة لتقيم فيه. واستخدم الخديوي الكثير من المهندسين من أوروبا ليصمم القصر بأساليب تجمع بين مزايا قصر التوليري دي باري الذي تقيم فيه الإمبراطورة لكي تشعر أنها في بلدها. وكان القصر يجمع مزايا قصور الأندلس، وتقدر تكاليف القصر ب 750 ألف جنيه، وهو ما يوازي مليارات الدولارات بمقاييس ذلك الزمان. وسع الخديوي إسماعيل الاستراحة وتهيئة شارع الهرم المؤدي لها، وحول البناء إلى قصر لضيوف حفل افتتاح قناة السويس. كذلك أنشأ الخديوي أمام القصر حديقة الجزيرة التي تم تزيينها بكل أنواع الزهور التي تحبها أوجيني. وفي عام 1883 ارتفعت الديون على الخديوي إسماعيل، فاضطر الخديوي توفيق لبيع القصر لثري بريطاني وزوجته هما فريدريك وجيسي هيد، وأصبح القصر مسكنا خاصا لهما قضي فيه شهر العسل، ووسع بناءه وأطلق عليه اسم مينا نسبة للملك مينا الملك الفرعوني الذي وحد القطرين. أضاف فريدريك لمسات إنجليزية من المواقد الكبرى في الأركان التي كانت غير عادية في مصر، ولكنها أعطت إيحاء رائع للمكان عندما اختلطت بالمشربيات والبلاط الأزرق اليدوي والفسيفساء والأبواب الخشبية المنقوشة يدويا والمطعمة بالنحاس والصدف. وفي عام 1885 باع القصر لرجل إنجليزي وزوجته، وهي عائلة اشتهرت بعشقها للآثار المصرية القديمة، وقررت تحويل القصر لفندق مينا هاوس والذي افتتح للعامة في عام 1886.